10 دنانير في اليوم هي أجرة فاطمة لقاء عملها في جمع مادة الفلفل بمنطقة سيسب السبيخة من ولاية القيروان. تستيقظ على الساعة 5 صباحا مثل العديدات من جاراتها لتبدأ يوما مرهقا وحارا، تتحمل عبئه لإعالة أسرتها ورسم البسمة على وجه أبنائها كما تقول. ونخدم بعشرة ليف وثلاث صغار ورجلي يقد معنا مشي يخدم هكا. تلقيح شعملت في لقحته مزان. لم تتلقى التلقيح إلى الآن ولا تعلم كيفية التسجيل ولا أهمية التطعيم، وتكتفي بالوقاية ومحاولة اتباع بعض الإجراءات التي سمعتها من هنا وهناك وتتساءل حول جدوى التلقيح وأهميته. الأخصائية النفسية سونيا جبالي تصنف ما تتعرض له هاته العاملات من استغلال متواصل تصنفه في إطار العنف الرمزي، وهو ظاهرة من مظاهر العنف التي لا يقع الحديث عنها بشكل كاف. بالنسبة للنساء هذوما ساعة ما يعرفوش حاجة، اللي العمل اللي يقوموا به هو يرتقي إلى رتبة العنف الرمزي، خاطر العنف الرمزي مازال ما هوش مصطلح دالج في المجتمع متاعنا، دونك ما نعرفوش هو شنو بالضبط. لكن الدراسات الحديثة وضحت إلي العنف أنواع، فمش كان نحن اليوم أكثر متلهيو أكثر في مواضيع على العنف المادي أو العنف المعنوي، ولكن العنف الرمزي هو ظاهرة من مظاهر العنف اللي ما تحكيش عليها برشا، اللي هو يتمثل جستمون في استغلال هالنساء العاملات بأجر طفيف جدا، واللي هو مقابل فما مجهود كبير اللي هما قاعدين يقوموا به، خاصة في الظروف اللي هما يخدموا بها. تعتبر المندوبة الجهوية للمرأة أنيسة السعيدي أن غياب القوانين التي تجرم هذا النوع من التشغيل فاقمت من استغلال هاته العاملات الفلاحيات. هذا يعتبر عنف واستغلال اقتصادي واجتماعي للنساء هذوما، بالإضافة إلى غياب الطاقة الاجتماعية، بالإضافة إلى مشكلة النقل اللي هو نقل آمن، بالإضافة إلى أن ساعات العمل أصلا اللي يقضيوها في الضيعات الفلاحية هذه ما هيش مضبوطة، بالإضافة ومعناتها أن تكون اليوم فما قوانين معناها تجرم هالاستغلال هذايا، والدور موكول اليوم معناتها أنه نفعلوا سياسة الدولة هذايا اللي تقوم بالأساس على ضمان العدالة والكرامة بالنسبة لشريحة كبيرة من النساء هذوما العاملات في القطاع الفلاحي. هذا يطلب معناتها مجهود كبير، معناتها تتقاطع فيه أغلب الإدارات وأغلب الوزارات، وكذلك معناتها اتحاد الفلاحين معناتها أن دوره معناتها هام جدا، مش فقط الدفاع على منظوره اللي هو ملاحين الكبار والمالكين، وإنما كذلك النيات العامة اللي هي أساس الاقتصاد. أيضا الانقطاع المبكر عن الدراسة هو من الأسباب التي تجعل هاته النساء يعملن في القطاع الفلاحي ويكتفين بأجرة زهيدة في ظروف عمل صعبة ولا إنسانية غالباً.